السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أنا أبو العنين من قناة مختصون في التبادل المنزلي. النهارده نتكلم مع بعضنا بس عن فيديو بسيط اللي هو الإي ويل. الملف ده كله بالعربي يا جماعة، أنا هنزله في المنتدى وهنزل في الوصف الرابط بتاع الملف. أي حد عاوزه يقدر دلوقتي ينزله بكل سهولة، عشان خاطر لو في فني محتاجه واقف عليه ولا حاجة، ولا في مشكلة محتاج اللي هو يعرف ازاي يدخل الاعداد بتاع الجهاز، ازاي يعرف كل حاجة داخل الايويل، اي اللي جوه الاعداد من جوه. طبعا ملف بالعربي كنت منزله داخل جروب مختصون في التبادل المنزلي قبل كده، ولكن حان الوقت اللي هنعمل عنه فيديو بسيط تنويه اللي نزل. وطبعا كما وعدتكم قبل كده بعدك اللي نزلت الملف الخاص ب فيستل الخاص اللي هو الفرزة الزانوسي والوايت ويل والوايت بوينت والفريش واليونيفرسال، نزلته ايضا في المنتدى. ملف ده جميل جدا يا جماعة، جزا الله ويعني ربنا يجازي اللي عمله خير. ملف فعلا الواحد يحتفظ بيه داخل تليفونه، هيحتاجه في اي وقت، هيحتاجه في اي وقت، هيحتاج كل حاجة فيه. ازاي يوصل، ازاي يعرف الاعدادات الداخلية للترمستات الايويل، كل حاجة موجودة داخل الملف. جميلة 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 جميلة. اتمنى ليه تفيدكم، اتمنى ليه تفيد الفنيين، اتمنى ليه تكون مرجع لنا، اتمنى ان القناة مختصون تكون قناة فيها كل شيء مميز للفني. في بعض الفنانين ممكن تشوف الموضوع ده تقول عليه موضوع مش ذو قيمه بالنسبه لك انت، مش ذو قيمه او بالنسبه لك انت معلومه انت تعلمها. في بعض الفنانين ما يعرفوش المعلومه ديت. في بعض الفنانين نتمنى اللي هو يوصل لهم كل حاجه، كل جديد، كل معلومه جديده وكل معلومه صغيره باذن الله. الملف نزل في المنتدى، اللي عاوز ينزله ينزله، انا هسيبه بعضك في الوصف بتاع الفيديو، اللي عاوز ياخده من الوصف بتاع الفيديو ياخده. الملف جميل جدا جدا جدا، يشمل حاجات كتيرة جدا جدا جدا. إذا الله بركاته بإذن الله هتلاقوه موجود، تنقدروا تستفادوا منه بإذن الله سبحانه وتعالى. تحياتي لكم جميعا، كان معكم أبو العنين من قناة مختصون في التبادل المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.